السلام عليكم المتتبعين ديالي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. جيتكم اليوم بواحد الكوموند ديال الحلوه ديال التمر، وكنعتذر بزاف ما درتش معاكم المقادير، ما كانش عندي الوقت بزاف، ما كانش عندي الوقت تسمح، وقلت علاش لا ما نصورش معاكم غير المقطع هيدا. السينيا هي عمرتها بعد ما نقشتها وغندخلها للفران. نتوما عارفين كيفاش كان طريقه الطياب، ان شاء الله يا ربي. انا سبق لي درت معكم واحد الفيديو، وان شاء الله غنعاود ندير معكم الا شبرت واحد الكومونت هو ما يجي في الطريق ان شاء الله، ونشارك معكم الطريقه والمقادير مضبوطه وكتجي ناجحه وفتيه ما شاء الله تنجح معكم. كاينين الناس كتشرح لهم، وكاينين المهم بزاف كاينين كيعانيو من هاد المشاكل ديال الحلوى التمر ما كتصدقلهمش، كتشرح او كتجي قاصحه، ولا التمر الداخل كيجي قاصح مني تعدي الورقه كتجي فتيه، والحشوه الداخل كتجي قاصحه. نشارك معكم المقادير ان شاء الله يا ربي تصدق ليكم اول تجربه. هانتوما كتشوفوا من بعد ما طيبت الحلوى ديالي، دابا كنعمرها في الكرتونات باش تجي تديها مولاتها. جوج كيلو عملت، طلبت مني جوج كيلو، وكما قلت لكم ما كانش عندي الوقت باش نشارك معاكم. ودابا فنت في السكر كلاصي، انتم كتشوفوا، وغنعمرها ونستفها كامله في الكراتن. ان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو، واللي ما مشتركش معنا يشترك ويدير الجرس باش يوصلو كل جديد، واللي مشترك ما ينساش بالبارطاج وشي تعليق زوين من عنده. وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، ونخليكم مع الموسيقى. ان شاء الله تتابعوا فيديو من الاول حتى الاخير، وتهلاو في راسكم، كنبغيكم بزاف.
للنبي صلوا على الهادي، ما يشفع في هذا العبد إلا محمدي سيدي وهي سيدي. ترجمة